وحصل يعني تقسيم للدولة الكردية القديمة أو الدولة الكردية يعني، وأفرزت الواقع اللي احنا موجودين فيه في سوريا وفي تركيا والعراق وإيران وغيره يعني، وده مؤلم. بس أنا ليه مقاربة يعني هادئة جدا، مقاربة تعتمد على العمل والسلام. هويتك محدش هيقدر ياخدها منك، لأني أنا بكلمك صحيح وبقولك كده عشان ومحدش يقدر ياخد هوية حد ولا يغيرها له، بدليل إن إحنا بعد كل عدد السنين ده إحنا النهاردة أنت بتتحدثي في هذا الأمر وبتقولي أين هي. لو كانت راحت على الأقل اللي في سنك، الإجراءات اللي اتعملت خلال الخمسين سنة اللي فاتوا كانت كفيلة بالتغيير أو الطمس، ده ما حصلش ومش هيحصل. إنما هو الحكاية إيه بقى؟ يعني يمكن حد تاني في موقعي ده يقول فرصة لإشعال القابل للإشتعال عشان نسأر حتى اللي بيتعمل فينا يعني من دول معينة يعني. لا، إحنا ما نفكرش كده وما نقولش أبدا نصايح تؤدي إلى تدمير وخراب الأمم والشعوب والناس. لو كان لي نصيحة أقولها، الهوية لن يستطيع أحد، زي ما قلت كده ما زالت اللغة الكردية موجودة، نعم، العادات والتقاليد والثقافة الكردية موجودة، نعم، رغم التقسيم اللي حصل، أيوة، هتفضل كده، أيوة. طب إيه اللي ممكن التمن اللي بيدفع النهاردة؟ هو اقتتال وتضييع قدرات وموارد الشعب الكردي لمدة 60 سنة فاتوا. تصوري إن هذا الجهد كان بدل ما يبذل في ده بيبذل في بناء القدرات، بناء الإمكانيات، بناء التعليم، بناء الصحة، بناء التنمية. والجسور ستمد، مش عارف الإجابة دي هتسعدك ولا هتؤلمك، بس دي وجهة نظري. الجسور هتمد غصب عن كل الناس، عن الدول المختلفة اللي احنا بنتكلم فيها دي، بس بالسلام. الدول الحكومات، أنا هكلمك كموقع كمسؤول هنا، لما يكون عندي مجموعة عايزة تنفصل عن الدولة، ده أمر الأمن القومي للدولة لا يقبله، بغض النظر عن مدى وجاهة الطرح أو الطلب. لا يقبل. خليني أنا عايز أقول ادرسوا، شوفوا التجارب اللي موجودة. وأنا مش عايز أجيب أسماء دول أو دول انفصلت بالفعل وقيل لها إنك مجرد ما تنفصلي ستكون كل شيء متاح. الدولة مقاومتها كبيرة جدا، وأنا هنا ما بكلمش عن الأكراد خالص، لا، بتكلم بصفة عامة. النهاردة لو أنا دولة مساحتها 2 مليون كيلومتر، ليه جيش واحد وليه سفارة واحدة في السفارات يعني ليه حكومة واحدة؟ لما ننقسم 2 ده يتضرب في 2، طب اتقسمنا 3 ده يتضرب في 3. طب هل قدراتنا وإمكانياتنا تسمح ببناء ده؟ ولا تبقى دول هشة وضعيفة وغير قابلة للاستمرار والنجاح؟ فأنا زي ما قلت لك كده في بداية الكلام، أنا إنسان مسالم جدا. مش معنى مسالم إن أنا مش مقاتل، لا، مقاتل عندما تفرض علي القتال أقاتل بأشرس مما تتصور. لكن قبل كده بدفع بالحسنة يعني، أو بالطيب، بالمعروف، بالإنسانية، قبل ما ألجأ للعمل العنيف. طب أنا النهاردة النتيجة بعد 50 سنة إيه؟ أنا عايزك أنت تجاوبي، مش ليا، لنفسك، ليكم، إيه اللي حصل؟ كم قتل؟ كم من المقدرات راحت؟ قد إيه؟ والنتيجة إيه؟ اسمعي، الطرح ده بيطرح على الشعوب، وعلى بالمناسبة
في كل المجتمعات ممكن يبقى في ناس يعني ممكن الصعيدي يقول انا صعيدي وعايز ابقى مختلف، ممكن يقول كده. لو حد زكى جوه المجتمع المصري اتجاه معين وغزاه واختار من جواه من يقوم بالتنظير لي والعمل عليه يحصل مشاكل. ولو النهارده هجيب مثال ما يقلمكيش ولا يقلم اي حد، يوغوسلافيا دي من قبل ما يحصل اللي حصل في التسعينات والثمانينات والتسعينات كانت دوله واحده بقوميات مختلفه، بقوميات مختلفه. طب ما انفصلتش ليه؟ لو انتوا بتدرسوا ده او درستوا ده وشفتوا التجربه ديت والرئيس تيتو كان بيعمل ايه في مع شعبه، وان هو كان انصافه وتعاملوا معاه على انه نسيج واحد، وهذا الامر انعكس على تماسك الدوله، هتعرف ان اللي انا بقول عليه قابل انه يبقى انه يعيش، ان هو ان احنا كلنا الدعوة للقتال والاقتتال من أجل إنشاء الدولة. وده بقى زي ما أقول كده يعني ما عارفش تسمعت التعبير ده مني ولا لأ، يعني أنا طيع مع القدر، طيع مع القدر، واللي حصل اللي يعني في التاريخ ده كان قدر، ما كنتوش أنتوا مسؤولين عنه، لكن اللي انتوا هتعملوه دلوقتي او بتعملوه دلوقتي انتوا مسؤولين عنه وبتتلقوا نتائجه. خلي عملكم كله هو بناء وتنميه وسلام. لا الهويه هتتاخد ولا الثقافه هتطمس ولا حد هيقدر يعمل لكم حاجه، بالعكس. تصوري لو انا النهارده كل الاقتتال اللي موجود اقتتال من قبل بناء القدره وبناء الكفاءه في اي من المناطق اللي موجوده في سوريا او في العراق او في تركيا او في اي حد تاني، كان كل الجهد اللي معمول، كل الغضب كل الالم وكل الرفض يمكن يتحول لطاقه عمل وبناء وتعمير. ده بان اسمعي افكار بتطرح عشان الامم تاكل بعضها وتدمر مقدراتها على مدى سنين طويله جدا جدا دون ان تتحقق شيء. الارهاب كفكره، انا بتكلم على الارهاب والاسلامي كما الارهاب كفكره اتعملت فقط عشان ان هي تبقى عباره عن دول بتموت في نفسها، لا ده ينجح ولا ده ينجح. انا بتكلم على يعني الارهاب في مصر على سبيل المثال بقاله 70 او 60 سنه ولا اكتر ولا اقل. هو بيعمل ايه؟ هو بيعجز من طاقة الحركة بتاعت مصر للأمام، لكن نتيجة حاسمة أنه يعني يحصل على مصر ويبقى المشروع ينجح غير قابل للنجاح. مفيش مشروع أبدا ممكن ينجح مبني على الاقتتال والتدمير والخراب. المشروع اللي بينجح في تقديري أنا ودي تجربتي على كل حال مبني على أنه هو العمل والبناء والتنمية والتعمير والسلام والاستقرار. وفي عمركم عمر الدول مش كتير، عمر الدول يعني عمرك في عمر الدول مش كتير، يعني الواحد عايش 60 70 سنة أنا بتكلم عن نفسي يعني وخلاص، لكن الدول بتعيش آلاف السنين. ف لما نيجي نتكلم على الفكرة بتاعت الاقتتال من أجل الهوية يعني كثير يراها مشروعة، وانا اقول ان هي محتاجه يعني تتصوب حتى لا يعني تضيع الامل في مستقبل افضل لسنين طويله قادمه. فدي ده وجهه نظري، وارجو انك انت تقبليها مني، مش تقبليها يعني تسمعيها وتحطيها ضمن اللي بتسمعيه عن الفكره ديت يعني. السؤال بتاع يعني قبل ما اخش على افريقيا خليني برضه اجاوب على السؤال بتاع محمد موسى وكده، وهقول بصوا للفكره ديت، الفكره اللي انا هطرحها عليكم دلوقتي.
هل حد طلب مني ان انا اعطي فرصة لشباب الاحزاب؟ حد طلب ده؟ لا لسه شوي مش كده. لكن انا الكلام اللي بقوله على القادة اللي هي تنظر الى شعبها بتجرد بغض النظر عن توافقهم معاه او عدم التوافق. يعني هو مش الهدف ابدا ان انت تيجي معايا وتوافقني على كل شيء هبقى انا راضي، ولو العكس هبقى مش راضي. لا، لكن انا قلت طب ما انا ادي فرصه لشبابنا ان يبقى معانا، مش معانا احنا، مع مصر. تعالى محمد يا موسى وخش شوف محافظه المنوفيه في ظل ما لدينا. ما هو اللي انت هتطالبني بيه هو دلوقتي بقى الناس هتطالبك بيه، مش كده؟ هتطالبك بيه، تقول لك ايه انت النهارده نائب محافظ ولك صلاحياتك ولك مهام، يلا ورينا. فتيجي تروح انت جاي تقول لي تعالى بقى انت عينتني نائب محافظ، هات لي وهات لي وهات لي وهات لي. هقول لك ما لو كان متاح ان انا اجيب لك كنت جبت لغيرك. فاهمني؟ فالفكره ان احنا قلنا كوطن، احنا الوطن ده مش بتاع حد لوحده. الوطن مش بتاع حد لوحده، مش بتاعنا افضل وانت لا، لا الوطن ده بتاعنا كلنا. كلنا نتشارك فيه وكلنا نجري عليه. وكانت الفكره في ان احنا ندفع بشبابنا بصفه عامه وشاباتنا في ان هم يعني يخشوا معانا في العمل العام والشان العام. وبداناه مش من باب يعني توزيع، لا احنا عملنا الاكاديميه الوطنيه للتاهيل وتدريب الشباب على القياده، واخترنا وبنختار وهنختار. وكنا يعني وصل بهم الامر ان هم كانوا عايزين يحطوا فقره في الدستور ان لا يتم توظيف حد الا من خلال الاكاديميه. فقلت ده كتير، قلت لا خلوها ايه، نخليها ان احنا تبقى وسيله لتاهيل واعداد القاده لتبوؤ المناصب القياديه او المناصب في الدوله. فاذا التوجه العام للقياده اذا كنت شئت انك تسمع مني هو المشاركه والتشارك لينا كلنا. يلا مع بعض، مش يلا مع بعض عشان اسكتك، لا والله اتكلم وقول. وانا دايما اقول كده، اتكلموا وقولوا ما شئتم، بس خلوا الكلام موضوعي ومنطقي. يعني اعرف القضيه اللي انت بتتكلم فيها كويس قوي وانا معاك، ولو قلت رايي انا هحترمه واقدره، لان لو رفضته ابقى انا مش منصف يعني. يمكن واتمنى من سواء من المحافظين او من الوزراء ان هم يعطوا الفرصه للجيل ده. الجيل ده يعني مش بحد يعني مش هيزاحمني يعني، ولا يزاحمني يعني، ولا حتى يزاحمني فيها ايه لما يزاحمني؟ طب ما انا كده كده يعني هسيب المكان، فاجهزه كويس جدا، ما هجيبش عنه حاجه، ما هجيبش عنه خبره، ما هجيبش عنه معلومه، واديله الفرصه تحت يعني ادربه تحت السيطره. فالنقطه اللي خاصه بال الشباب وتمكينهم، انا قلت تمكين الشباب بصفه عامه. طب انا لقيت ان لسه فكره ان احنا نقوي الاحزاب رغم ان انا ديت بيها خلال السنوات الماضيه لسه ما جابتش الصدى بتاعها. قلت هستنى لما يقوي الاحزاب وبعدين يبقى ناخد يخشوا بقى الانتخابات التشريعيه والمحليه ويبقى ليهم مكان وبعدين نعين منهم. طب ما انا اخد خطوه للامام او يعني اسبق شويه واعين منهم دلوقتي، ولما الاحزاب تقوى يبقى الفرصه بقت متاحه بالتدافع الطبيعي يعني. فهو دي الحكايه. وطبعا انا مش هغفرها لك محمد موسى يجي يعرض عليا تاريخ عن المحافظه. طيب نيجي لافريقيا. السؤال كان يعني من عمرو درويش برضه عن الموقف في افريقيا والنزاعات اللي موجوده والجهد اللي احنا بننظر لافريقيا على انها يعني احنا جزء منها، جزء اصيل منها. وده امر انتوا يمكن افتكروا ان انا من اول ما توليت المسؤوليه وانا قلت ان احنا عدنا الى اشقائنا او الى افريقيا، وده الوضع الطبيعي بالمناسبه. وفي خلال فتره مش طويله قوي كانت النتيجه ان احنا
زي ما انت شفت كده تولين رئاسة الاتحاد، وبقت النهاردة صدقوني، وده مش كلام بقوله عشان انا موجود هنا، بقينا لينا مكان ولينا صوت بالاعتدال بالتوازن بالإخلاص تجاه أفريقيا كلها. النزاعات اللي موجودة، في نزاعات بنسعى ونجحنا فيها، وفي نزاعات هتاخد وقت، لكن اللي نقدر أقوله لك إن هيطلق العام القادم إن المبادرة بتاعت إسكات البنادق 2020 اللي أنتوا اتكلمتوا عنها، وإحنا بنساعد، لأن الموضوع دور مصر ما ينتهيش بإن إحنا نسلم رئاسة الاتحاد لجنوب أفريقيا، لا، إحنا هنستمر في دعمنا لجنوب أفريقيا في عملها في هذا الأمر، ومسعينا لإنهاء الأزمات اللي موجودة. خلينا أقول المعني إلى حد كبير كمؤسسات في الاتحاد الأفريقي لهذا الموضوع هي مجلس السلم والأمن في أفريقيا، في أفريقيا يعني، أو في الاتحاد الأفريقي. المعني بهذا الموضوع في الاتحاد الأفريقي القوة الأفريقية اللي هي ممكن تستخدم يعني لحفظ السلام. المعني بهذا الموضوع لجنة زي ما بنسميها لجنة الأركان حرب، أو لجنة التنبؤ بالمنازعات، أو لجنة الحكماء، أو صندوق السلام اللي موجود، كل دي عبارة عن كيانات معنية بإدارة التغلب على النزاعات اللي موجودة في إفريقيا. كل ده احنا ليها في دعم وجهد مصري فيه لتحسين وتطوير أداؤه خلال السنة اللي احنا كنا موجودين فيها وحتى فبراير القادم إن شاء الله. وطبعا خلال الأمر لن ينتهي زي ما قلت كده بتسليمنا لرئاسة الاتحاد. طيب النزاعات اللي موجودة، يعني هل احنا كان لينا مشاركة في تهدئة الأوضاع في جنوب السودان؟ نعم. هل كان لينا مشاركة في تهدئة الأوضاع في مناطق أخرى؟ كان لينا. هل الأمر ده كان بيتم تناوله في الإعلام وبيتم الحديث عنه في الإعلام، ولكن يمكن ما كانش يعني ما بيبقاش هو في بؤرة اهتمام المواطن المصري العادي في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. طب يعني انا الدول الساحل والصحراء الخمسة اللي انا اتكلمت عنهم دول، احنا كان لينا نقاش قاسي جدا وممتد مع في ألمانيا في زيارتنا الأخيرة، ان احنا لا نترك، مش كده، لا نترك الدول الساحل والصحراء تقاتل بمفردها لأنها ليست قادرة لا بمواردها وقدرتها الأمنية ولا بمواردها وقدرتها الاقتصادية على الاستمرار في هذه الحرب. ومش عايز أسبق بس الأحداث لغاية لما اللي احنا بنتحرك فيه ربنا يوفقنا فيه و يعني نعمله. أفكركم بالمبادرة بتاعت البنية الأساسية. أصل في ارتباط كبير جدا بين الاستقرار وبين النزاع، التنمية والصراع. كل ما بيبقى فيه تنمية أكتر كل ما فرص الصراع بتقل، والعكس صحيح. وانتوا شايفين يعني لما التنمية تعرضت بأي شكل من الأشكال خلال الكام سنة اللي فاتت دول لبعض الدول لأنها توقفت، رد فعل على الرأي العام والشعب ايه؟ يعني انا مش غير ما اجيب اسماء دول، احنا كلمنا الصبح بشكل او باخر يعني قلنا كده، ما هو الشباب عايز يعيش زي ما انا قلت. طب لو الدول ما خدتش بالها وما جريتش تنمي في نفسها وتعمل فرص لشبابها، الشباب هيتحرك لا محاله. هو في الاخر عايز فرصه. فاحنا لما بنيجي نتكلم على البنية الأساسية القارية اللي بنتكلم فيها ديت، يعني مش عارف انتوا يعني انا بكلم كل اللي بيسمعني، انتوا شايفين اللي انا شايفه ده؟ شايف انك انت تطلع من مصر هنا توصل لغانا، توصل للسنغال، توصل لنيجيريا سواء بالسكة الحديد او بطرق برية عادية او حتى بخطوط طيران، ده لغاية دلوقتي دول كثيرة جدا منها انت بتروح لها بشكل غير مباشر، يعني مفيش خط طيران مباشر من مثلا بين دولة افريقية ودولة اخرى، يعني ممكن تروح دولة افريقية عن طريق اوروبا. يعني تخيل
الدولة جنبك على مسافة مثلا 1000 كيلو، تروح لها انك تسافر لغاية دولة أوروبية مثلا 3 4000 كيلو وترجع 3 4000 كيلو عشان تخش الدولة ديت. مفيش كده، مفيش أبدا أمر بالشكل ده غير في أفريقيا. وبالتالي لو كنا بنتكلم على فض النزاعات، الموضوع مش بس عمل عسكري انك تنهيه، لا، ابني قدره تنميه هائله في افريقيا، وانا بقول لك انك انت تجد الاستقرار بشكل كامل من غير ما برضو ما اقول دوله فيها مقاطعات كثيره او ولايات كثيره جدا مختلفه وحتى ليها حكومات مختلفه. طب هل النتائج المتوقعه يعني ممكن تبقى فعلا نرى خلال العام القادم ان كل الازمات اللي موجوده انتهت؟ اتمنى ذلك. طيب سياده الرئيس، احنا بنستاذن حضرتك، ممكن ناخد 3 اسئله كمان؟ حاضر، يعني بعد اذن حضرتك. لا، ما انا قلت حاضر. حاضر. طيب اتفضلي. يس. سيادة الرئيس، أشكرك شكرا جزيلا على استضافتي هنا. اسمي ديرتا وأنا من جمهورية التشيك، ولكنني الآن أعيش في العراق، وأريد أن أسأل سيادتكم لأنني قد رأيت سيادتكم تتحدث عن التحديات في العالم اليوم، وكنت تقارن الوضع هنا في مصر وفي العراق، ولقد قلت أن في العراق للأسف الحكومة لم تركز على التنمية بالفعل، ولذلك الوضع سيء للغاية، الوضع الأمني خصوصا، وبالطبع ليس هناك فرص كافية للشباب وللأجيال القادمة أيضا مثل مصر مثلا. فأريد أن أسأل سيادتكم، هل يمكنك أن تتحدث معنا عن هذا الأمر؟ لأنني أعتقد أننا نحتاج لأن نسمع عن هذا الأمر، وربما تكون رسالة للذين يعيشون بالعراق. شكرا سيادة الرئيس. شكرا جزيلا لك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسعد الله مساكم بكل خير فخامة الرئيس، جد سعيد أن يكون لنا لقاء ثاني. أود أن أقول أن منتدى شباب العالم فخامة الرئيس هو ليس فقط منتدى لمناقشة المواضيع، بل هو علامة مصرية للتميز على المستوى الدولي في إشراك الشباب في صنع القرار. أود أن أقول أن منتدى شباب العالم قد نظم في جولة على مستوى الدولي في دولة ألمانيا ودول أخرى، من خلالها شارك المنجزات. أعجبتني الفكرة كثيرا كشاب شاركت في هذه المنتديات على المستوى الدولي، فلما لا مصر حققت في رؤية مصر 2030، المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عملت على نموذج تنموي، لما لا تكون هذه الإنجازات حسب رأيكم فخامة الرئيس هي فرصة للتقريب بين الشعبين؟ وأنا متأكد أنه في الوقت القصير من الزمن ستكون هناك دفعة للعلاقات المغربية المصرية إن شاء الله. شكرا. طيب أنا استنتجت من حديثك أن حضرتك من المغرب، ممكن توضيح اسمك بس؟ حاتم أزناق من المملكة المغربية. شكرا جزيلا لحضرتك. السؤال الأخير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد من سلطنة عمان. أولا أشكر سيادة الرئيس على منتدى شباب العالم، وشكر كل المصريين على حسن الضيافة. ثانيا لاحظت وجودي خلال وجودي هنا قيادات شابة موجودة في مصر. أنا طبعا ما بسأل في السياسة يعني. واسأل. لا أحبش أسأل في السياسة، أحب أسأل في المنتدى إن شاء الله. فلاحظت قيادات شابة موجودة ما شاء الله في كل مكان، يعني شباب في بداية الثلاثينات متقلدين مناصب قيادية، ولما تناقشت مع الشباب وصلنا إلى أنه في برنامج اسمه البرنامج الرئاسي للشباب أو حاجة مثل كذا يعني. نعم. فمن أين مستوحى الفكرة هذه، وما مدى تطبيقها في دول مجاورة، ما مدى نجاحها؟ وكثير أسئلة في نفس الوقت، وما وجهة نظركم يعني في المخرجات إلى الآن؟
شكرا جزيلا لحضرتك. طيب سيادة الرئيس، احنا معانا السؤال الاول والثالث بيتكلموا على نفس الفكرة، يعني تمكين الشباب ونقل تجربة مصر يعني بشكل كبير جدا، سواء في الأكاديمية لتأهيل الشباب او بشكل عام. والسؤال الثاني بيتكلم على تقريب العلاقات ما بين مصر ودولة المغرب الشقيقة. تفضل. يعني خليني اقول بس الاول، يعني اختنا من تشيك اللي موجوده في العراق وعايشه بتقول يعني الوضع الامني هناك وكده، بس انا عشان اجاوب على السؤال ده لازم اجاوب عليه بشكل، هرجع في التاريخ شويه. ما تصورش ان سنك يجيب العراق سنة 89 وسنة 90، ما تصورش. يعني أنا فاكر العراق كويس لأن أنا سني يجيب قبل كده بكتير قوي. فالعراق كانت دولة مستقرة، قوية، متطورة، متقدمة، اقتصادها قوي جدا، العلم عندها والمعرفة جيد جدا قياسا بواقعنا العربي. وهنا الكلمة دي بقولها ليا، ولكن المسؤول عن الدولة إذا أخطأ ممكن الخطأ بتاعه يدفع ثمنه الوطن كله، زي ما إذا يعني إذا أصاب الوطن كله بيستفيد. لكن على كل حال ده اللي أنا قصدت أقول، إن العراق كانت كده. وأرجو إن أنا ما أكونش يعني الكلام ده ما يسببش حاجه يعني، لغايه او في خطا حصل كبير من القياده في الفتره ديت سنه 90 91، وترتب عليها تداعيات كبيره جدا حدثت في العراق. الدوله، اي دوله في العالم عندما تتداعى بيبقى مسلسل التراجع لقدراتها وادائها يصعب إيقافه إلا يعني بظروف خاصة جدا. يعني لغاية 2003 كان ممكن العراق، كان ممكن إنها يعني تعوض الخطأ، أو يعني تصوب الخطأ اللي حصل ده تستعيد نفسها في سنوات قليلة. يعني لو جبنا من 2003 للنهاردة 16-17 سنة دول، كان ممكن كل اللي فات يتصلح وكده. لكن اللي حصل إن حصل تدخل في 2003 في العراق. التدخل ده أدى إلى يعني إسقاط الدولة وإسقاط مؤسساتها، وكان على رأس المؤسسات اللي تم إسقاطها هو الجيش في العراق والمؤسسات الأمنية. لما حصل كده يعني كان الناس متصورة زي ما بيحصل كتير، يقولك ايه اسقط وهد وابني تاني، ده صعب. اسقط وهد وابني تاني ده صعب، بياخد سنين طويلة جدا مع فرضية نجاح الخطة، لان في الاخر انت بتتعامل مع بشر، مع كيانات، مع ظروف كتيرة جدا. الانسجام اللي كان موجود حتى لو ما كانش مرضي عنه، لكن كان موجود النسيج اللي كان متماسك حتى لو ما كانش مرضي عنه، لكن كان موجود. طبعا ما دام انت عايش هناك بشوفت حجم التدمير والتخريب اللي حدث في مدن عراقيه كثيره نتيجه هذا الامر. اعاده بناء ما تم تدميره يحتاج فلوس كتير، اموال كثيره جدا، مليارات من الدولارات. وده الامر اللي احنا بنقول عليه يا جماعه، يلي جيتوا قلتوا تتحرك الناس وتهدوا وبعدين نبقى نبني، اللي بيتهد مش هيتبني تاني. ودي رسالتي لكل، قلتها كتير لو كنت سمعتها مني، هو خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من البلاد او الدول بتاعتنا. اذا تعرضت لاذى يصعب ان هي تستعيد الواقعها مره تانيه. لما حصل التقاتل مع داعش كل قدرات العراق جندت لهذا الامر. زمايلي في الحكومه هنا
كانوا شايفيني ان انا يعني عندي نهم شديد واندفاع شديد للبناء وعايز اختزل الوقت. في ايه مالك؟ اقول لهم يقولوا 30 لهم سنه ونجري على ان احنا خلاص في سنه الموضوع ده عملوه في 6 شهور الموضوع ده. ليه انت مستعجل جدا كده؟ لان انا مستعجل لان انا كنت خايف على المصريين، خايف عليهم ان هم لا يتحملوا الظرف الصعب، وبالتالي اذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفهم ابدا مهما كان قوته، الا اذا كان او شفتوا الخراب اللي بيتم في حاله التعامل العنيف مع الجماهير. فارجع تاني للمقاربه بين ما يحدث في مصر وما يحدث في العراق. ان في مصر عشان اكون منصف ويمكن يعني ارجو ان انتم تقبلوا ده، جزء كبير من الموضوع هو 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 لطف الهي. وانا قلت الكلام ده كتير بس انت اول مره تسمعه مني. ربنا قال لا، قال دي مش هتتدمر، خططوا ورتبوا وادفعوا واصرفوا اعملوا زي ما انتوا عايزين، لكن مصر مش هتتدمر. قال كده. طب قال كده وهيئ لها الاسباب. هيئ لها ايه؟ الاسباب. مش عارف اللغه دي هتقبلها مني ديرتا ولا ديرنا ولا لا، يعني نتشيك. لكن احنا في ثقافتنا في كده، في ثقافتنا عندنا الاعتقاد ده. فاحنا انا زي ما انا شايف كده، انا عارف ان ربنا منع سقوط مصر زي ما انا شايف كده. فمش عايز اظلم العراق بظروف العشر 15 سنة اللي فاتوا، بس لان العراق في الثمانينات كان دولة غير اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي، كان دولة ينظر لها يعني كده. العراق للشباب الصغار اللي ما يعرفش الكلام ده كان دولة قوية جدا. وف المغرب وسلطنة عمان، خليني اقول يعني انا بس عايز اقول ايه، انت بتقول في فرصه للتقريب بين الشعبين. الشعب المغربي والشعب المصري دايما قريبين جدا من بعضهم. يا حاتم قريبين جدا، يعني نحن قريبين جدا من بعضنا البعض ولم نبعد، يعني ما فيش بعد ابدا. ولكن طبعا الحاله اللي موجوده فيها منطقتنا العربيه، يعني اتصور ان هي في اصعب حالتها. يعني انا بتكلم المنطقه كلها، وبالتالي هل احنا محتاجين نبقى مع بعض اكتر؟ انا اتصور ان احنا قلنا ان استعاده الدوله الوطنيه، واقول النقطه الثانيه بقى في نفس التوقيت ان الدول اللي هي مستقره تتقارب مع بعضها اكتر وتتعاون مع بعضها اكتر وتنسق مع بعضها اكتر، حتى تكون محصله قوانا ضخمه في مواجهه التحدي اللي بيمر بمنطقتنا، وحتى نستطيع ان نتجاوز بتعاوننا مع بعض الواقع الصعب اللي احنا بنعيش فيه. ف رؤية مصر 2030 في والمؤتمر كعلامة مصرية متميزة، انا بشكرك على التعبير ده. لكن عايز اقول لك ان احنا خطواتنا في 2030 في برامج احنا تجاوزنا فيها الخطة والمدى الزمني بتاعها، مش كده يا دكتورة؟ زي الطاقة على سبيل المثال، احنا تجاوزنا المستهدف بتاعنا في التوقيت تماما. ليه؟ كان مثلا المفروض ان احنا نكون وصلنا لحد معين في 2025 وكلام من هذا القبيل. انا اقدر اقول لك بوضوح ان في بعضهم احنا تجاوزنا هذا المستهدف لمده 4-5 سنين قادمين. يعني احنا كنا المفروض نصل الى ما نحن الى ما المفروض نصل له ده كمان 5-6 سنين. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجهد الحكومه وجهد المصريين معانا، احنا في بعض المستهدفات تجاوزت المدى الزمني المخطط، زي شبكه الطرق على سبيل المثال. الدكتور مصطفى يصلح لي، يعني احنا متهيألي خلصناها خالص ولا يا دكتور؟ لا صحيح، خطة مصر أو شبكة الطرق القومية اللي احنا حطيناها كانت تخلص 2000 كام؟ 2050. 2050
طب حد يقول لي طب ليه انت بتعمل كده؟ اقول لك الله يا ريت اقدر اعمل كل حاجه بتاعت 2050 دلوقتي. يا رب اقدر. يا رب نقدر كلنا. البرنامج الرئاسي اللي تقالي الشباب كان استكمال بقى لفكره ان انت جاد في انك انت تمكن شبابك من ان هو يبقى موجود ويتولى المسؤوليه ولا مش جاد؟ جاد. طب هتعمل ايه؟ لو انت النهارده خدته وقلت له تولى المسؤوليه كده وبعدين هو مش جاهز، اكنك انت بتزرعه في بيئه غير قابله للنجاح، وتقول له شفت بقى دي التجربه وديناهم ما نجحوش. لا، فقلنا لا احنا نعمل والاكاديميه دي موجوده بس بشكل تاني في فرنسا بقالها اكتر من 40 سنه 50 سنه مش كده يا دكتوره؟ وبتقوم بهذا الدور في تاهيل قيادات الدوله الفرنسيه، ويمكن تكون الوظائف العليا هناك ده الممر او المسار الوحيد ليها. فاحنا قلنا نعمل ده وعملنا ودخلنا انتقينا شباب بلجان. اتمنى ان احنا نستمر على تجردنا في الانتقاء الافضل العناصر، ثم الدوره بتستمر 9 شهور وفي دورات بتستمر اقل من كده لاعدادهم وتجهيزهم، وبيتخرج 3 لغايه دلوقتي ولا 4؟ 3 دورات لغايه دلوقتي، كل دوره 500، وخدنا يعني خدنا مجموعه اخرى اكثر تاهيلا من حمله الماجستير والدكتوراه، اعتقد 200 شاب مش كده؟ 200 شاب وشابه من حمله الماجستير والدكتوراه عشان برضو ياخدوا التاهيل بتاعهم. خدنا مجموعه شباب من افريقيا مده مش 9 شهور ولا حاجه، لكن مده اقل من كده 40 يوم 45 يوم برضه بنديهم دوره لمده 45 لشباب افريقيا ويروحوا لبلادهم. وطبعا احنا مستعدين ان احنا بالتنسيق مع حكومات الدول اللي شايفه انها احنا مستعدين نستقبل ده، لان احنا حريصين ان احنا يعني لو في عندنا فرصه لتاهيل شباب عربي مع الشباب الافريقي مع الشباب المصري، ده امر احنا مستعدين ندعمه بشكل او باخر. فاحنا دي الاكاديميه وده دورها، واي دور لاي مؤسسه اذا اتسم بالجديه والمسؤوليه والنزاهه هينجح. الجديه والمسؤوليه والنزاهه، تجرد في الاختيار والانتقاء والمسؤوليه والجديه في التاهيل، هتنجح التجربه سواء كانت في مصر او في اي دوله تعملها، مفيش مشكله يعني. واحنا بالمناسبه اي شيء، وانا الكلام ده قلته لاشقائنا في افريقيا، اي تجربه موجوده عندنا هي متاحه للجميع، لان احنا نتمنى ان نشوف الدنيا كلها متقدمه ومتطوره، وعمر ما حد بيتقدم على حساب حد، اللي بيتقدم على حساب نفسه. فالمخرجات حتى الان كويسه، بنتمنى انها تتحسن اكتر من كده، لان كل ما يكون التاهيل والاعداد جيد كل ما النتائج هتبقى كويسه. انت سالتني المخرجات بتاعه الاكاديميه جيده، حتى الان جيده، ولكن مزيد من التحسين، ومش هنفضل ثابتين على موقفنا في ان احنا نقول اللي احنا بنعمله ده كفايه، لا، نطور ونحسن ونطور ونحسن، لان الانسانيه لا تقف عند حدود في تطويرها او تحسين مستواها. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وعلى سعه صدرك يعني في استقبال هذه الاسئله والاجابه عليها بشكل وافي وكبير، والشكر موصول للساده الوزراء والحضور الكريم من شباب العالم من مختلف انحائه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا.